حدد، هسه لا أذكر ولا أسمي، حدد حدد شيئا تراه على جدار الحمام. يلا. ممكن مرآة. المرآة، المراية موجودة؟ طبعا موجودة، وهي سادس احتمال. التعلاقة اللي تتعلق بها المناشف، تعلاقة الملابس أو المناشف، خلنا نشوف، موجودة، وهو ثاني احتمال. أنت تقررين مع من؟ مع من؟ نعطيهم. نعطيهم إياه؟ سهل. لا والله. إذن تفضل أخت سارة وتفضل أخت ماء، هذه هدية لكم اقتنصوها. أخطاها، حدد لي شيئا تراه على جدار الحمام. الدوش. الدوش خطأ. مدى أقول انتبه على السؤال منطوق. حدد لي شيئا تراه على جدار الحمام. الدوش حالة أخرى، جاي طالع من الأنابيب وفوق رأسي بالجدار. وأخ ياسر، رف. رف، خلينا نشوف الرف. الرفوف موجود، رف مرايا، كلابات تعليق. وأخذ غادة، حددي لي شيئا تشاهدينه على جدار الحمام. ممكن لوحة. لوحة ما أجب الاحتمال. أكو ناس تخلي لوحات، خلي كذا، صح، لكن ما أجب الاحتمالات لأنه فكروا بما يفكر به عامة العراقيين. والأخت مها، صار عندكم خطأين، من حقكم أن تتفقوا على مهلكم. وأخت مها، حددي لي شيئا تشاهدينه على جدار الحمام. حنفية. الحنفية، خلينا نشوف الحنفية. الأنبوب، وهذا قريب أيضا للدوش لأنه الحنفية مو على الجدار، أكو مغسلة، مو صح؟ نريد شيء على الجدار ردنا. وواضح المراية، صح، الراف، الكلابات التعليق موجودة. وسبتي. وخلي نشوف لبنى. لبنى، حددي شيئا تشاهدينه على جدار الحمام. أكيد حمالة الصابون. حمالة الصابون، الإضاءة، جلوبات، وهي الإضاءة، النور. زجاجة الصابون السائل. السائل، صابون السائل، حمال الصابون، الصابون السائل، والإضاءة. قرر مع من تذهب، أو ربما أنت تشاهد شيء آخر على جدار الحمام، فشو تقول حسن؟ حمالة الصابون السائل. حمالة الصابون السائل. خلينا نشوف حمالة الصابون السائل.